بلادي تنادي حي على الحياة، حرروا أوصالي من براثن الاحتلال. قصص خالدة منحت الجزائر الاستقلال، من بينها نضال المجموعة 22 التاريخية التي وضعت الثورة في مسارها الصحيح ونجحت في طرد الاحتلال الفرنسي. سأروي لكم أنا نور الصباح في ملخص القصة. اجتمع المناضلون في يوم 24 من حزيران يونيو عام 1954 لخلق تنظيم جديد هدفه إعادة توحيد الصفوف للانطلاق في العمل المسلح ضد الاحتلال وإطلاق الثورة. شكل هذا الاجتماع نقطة تحول في مسار تحرير الجزائر، وسميت تلك المجموعة بمجموعة 22 التاريخية، والتي شكلت نواة وطنية لثورة شعب بأكمله. بدأ الاجتماع في منزل إلياس دريج بحي المدنية، وضم كل من محمد بوضياف، ديدوش مراد، مصطفى بن بلعيد، محمد العربي بن مهيدي، رابح بيطاط، زيغود يوسف، عبد الله بن طوبال. نوقشت أسباب فشل جهود اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وقرروا التزام الحياد وعدم الدخول في الصراع بين المصاليين برئاسة مصال الحاج والمركزيين برئاسة يوسف بن خدة، وقرروا دعم موقف اللجنة الثورية للوحدة والعمل لتحقيق أهدافها الثلاثة: الثورة، الوحدة، والعمل، إضافة إلى تفجير الثورة في تاريخ تحدده لجنة مصغرة. ناقش المناضلون الإمكانات البشرية والمادية والعسكرية، وعين بوضياف لجنة مكونة من مصطفى بولعيد ومحمد العربي بن مهيدي وديدوش مراد ورابح بيطاط، وقرروا تعيين منسق للثورة تحت قيادة جماعية. استكمل المناضلون اجتماعاتهم السرية، كما التقت اللجنة المصغرة في منزل بكشورة في أكتوبر تشرين الأول عام 54، وقسمت الجزائر إلى 6 مناطق من قبل اللجنة، وحددت ساعة الصفر منتصف ليل الأول من نوفمبر تشرين الثاني عام 54 موعداً لانطلاق الثورة في جميع المناطق. في الموعد المحدد أطلقت المجموعة البيان الأول أو بيان فاتحي نوفمبر الذي اعتبر دستور الثورة الجزائرية، بمشاركة 1200 مناضل بحوزتهم 400 قطعة سلاح وبعض القنابل اليدوية فقط. اندلعت الثورة، ضحى الجزائريون بدمائهم حتى عام 1962 عندما انتهت الحرب بإعلان استقلال الجزائر في 5 تموز/يوليو وميلاد الجمهورية الجزائرية في 25 أيلول/سبتمبر ومغادرة آخر مستعمر فرنسي. استشهد بعض المناضلين واستكمل بعضهم العمل السياسي، بينما فضل البعض الآخر اعتزال العمل السياسي، لكنهم جميعاً كتبوا أسماءهم بحروف من نور أضاءت تاريخ الجزائر الحديث.